قبل الاغتيال حصل قرار في الجامعه انهم يبنوا سور حوالين الجامعه عشان ما يدخلوش الجامعات الاسلاميه جامعه اسيوط ويعرفوا يسيطروا على الجامعه يعني من الشباب. فلما اتخذ هذا القرار وامر بالقبض على عدد كبير من شباب الجامعة. بتسجل يا أحمد؟ تمام. فخرجنا إحنا مشينا من الجامعة علشان ما يكتبوش القبض علينا، رحنا نجا حمادي علشان الشيخ علي الشريف. هناك في نجا حمادي تم مهاجمة بيت الشيخ علي، واحنا كنا بايتين عنده عدد كبير من القيادات. فأخذوا الشيخ علي الشريف عندهم في القسم أو في قدرة الأمن بتاع نجا حمادي. طبعا ما كنا يعني ما نقدرش نستغنى عن واحد في شخصيه شيخ علي الشريف، لانه شجاع و يعني مقدام في خطواته. فجماعة الإخوة ودخلنا عملنا اتفقنا على خطة ندخل نخلص بيها الشيخ علي من داخل البرية. مديرية أمن إيه بقى؟ هي مش مديرية أمن، اسم يعني فرق الأمن حاجة زي كده يعني. فأخدنا الإخوة، كان معانا عربية كبيرة تلات أرباع كنا بنجيب بيها بضاعة الأسواق الخيرية، بنعمل أسواق هناك، عاملين أسواق في نجا حمادي كل ساعتها، فده اللي دفعنا إننا نرجع من أسيوط لنجا حمادي عشان البضاعة الموجودة. فاتفقنا إننا ندخل نسلم على الشيخ علي كأننا داخلين نزوره، وناخده ونطلع بيه جاليا يعني من فرق الأمن. ودخلنا فعلا وسلمنا على السور، وبعدين أخذنا الشيخ علي وسحبناه وطلعنا نجري بره. وكان معانا بعض الإخوة معاهم طبنجتين أو طبنجة ومسدس، ما فيهمش رصاص يعني، طلعوا كده معقولة؟ معقولة يبقى اقتحام حاجة عجيبة وتهريب وكده، يعني ما كنتوش عاملين احتياطات كافية؟ مفيش خالص. كل ده كان تصرف شباب مندفع حماسي أكتر منه مدروس. بالظبط. فدخلنا جوه وخدنا الأخ الشيخ علي وطلعنا جدي، وطلعوا يجروا ورانا العساكر، وكانت أيامها ما كانش فيه بقى ضرب مباشر وكلام زي كده. كان الله يرحمه السادات كان بيتعامل مع الجماعه الاسلاميه تعامل الاب. فاحنا جايين لو تجيبوا لنا العساكر قاعد يضربوا رصاص بيضربوا هم في الهواء عشان بس لما حد يقول له عملتوا ايه يقول فضينا الاستاذ. وخرجنا ركبنا العربيه الكبيره وجينا دخلنا في الزراعات بتاعت نجا حمادي. هناك التقينا ونجا الشيخ علي بالمسألة، وقررنا الخروج من المركز بتاع نجا حمادي يعني فورا. طلعنا ورجعنا تاني للمنيا، وكانت بدأت القرارات بتاعت التحفظ تخرج.
اختبأتوا فين في المنيا؟ اختبأنا في بيوتنا العادية. محدش تصور ان احنا اللي عاملين حكاية تاني كمان يعني. مش معقول يدلعوا بسرعة كده ويقولوا. فبدأت قرارات التحفظ تظهر، وجم بعض الإخوة نبهونا اللي في قبض هيبقى في الليل، هم أخبرونا فيها هيتم القبض على شخصيات المعروفة والمشهورة من الجماعة الإسلامية. ساعتها طبعا خرجنا وسيبنا المنيا علشان القرار ده، قررنا نستخبى في سوهاج لان كان لنا اخوه في القرى بتاع سوهاج، عندهم دوار وكبير ويعني اماكن تسع اننا نستخبى فيها. وكان في حته ثانيه عند طريق اخر بلد اسمها الغنمية. الغنايمة؟ الغنمية. الغنمية. الغنمية دي كانت في حضن الجبل الغربي. رحنا عند الأخ اللي هناك، كان صديق وكان من الإخوة يعني، راح الجيش وعنده خبرة. فجزء مننا بات عنده في الليلة اللي كان السبب بيلقي فيها كلمة، وكان بيقول على الشيخ المحلاوي وأنا مش هرحمه، هو مرمي زي الكلب في السجن. كانت مشهورة أوي الكلمة، كانت مشهورة. ساعتها طبعا احنا الغضب أخذنا وقلنا ازاي